مرحبا يا أصحابي، كيفكن اليوم؟ بدي رحب فيكن بحصتنا الجديدة من برنامج مدرستي، ومثل ما بتعرفوا هيدا حصة الرياضيات ماثماتكس. أنا شمس معلمكن هيدا المادة، ومثل العادة بدي أذكركن تفتحوا عيونكن ودينيكن وتجهزوا دفتركن والقلم حتى تكتبوا كل شي رح نتعلمه سوا. أكيد نحن هالفترة عم نحكي عن الأديشن، adding three numbers، وكمان رح نحكي أكتر اليوم عن بعض الطرق يلي فينا نستخدمهم لحتى نعمل addition ل three numbers ونلاقي sum. مثلا أنا مرات بكون عندي تمارين لازم حلها على هيداك اللوح، كم خطوة لازم أعمل لحتى أروح لهونيك؟ How many steps؟ خلينا نشوف. 1 2 3 4 5 6، وصلت لهون، عملت 6 steps. وإذا بدي روح أكتب على اللوح كم step بعمل؟ 1 2 3 4 6 4. وإذا بدي أجي أحكي معكم بعمل 1 2 3 steps. شو لازم نعمل لنعرف كم steps كلهم سوا؟ in all، how many steps in all did I make؟ لازم اجمع 6 بعدين 4 وبعدين 3 لحتى اعرف the sum. وانتو تعودتوا وتعلمتوا طريقتين لهلا كيف منعمل الاديشن، جربوا لاقوا الجواب. كم خطوة انا عملت هلا هون لحتى انتقل من هون لهيداك اللوح لهونيك ولقرة لعندكن؟ حسبوهم براسكن، طبقوا واحدة من الطرق اللي تعلمناها، وكونوا مستعدين لحتى نشوف سوا شو هي التمارين بالفقرة اللي جاية. Three 358 is the standard form. How much is each of these digits worth? The 3 is in the hundreds place. The 5 is in the tens place. And the 8 is in the ones place. This is the expanded form. 300 plus 50 plus 8 equals 358. Taking a number and pulling out all of its digits is to make the expanded form. وهلا رح نبدا بالتمارين مع بعض على اللوح. في عنا هيدا الجدول، the table، في بقلبه ارقام وعم يطلبوا منا add across. انتبهوا على هالكلمات اللي رح تتعلمون هلا. لما نقول add across يعني مثل ما تعلمنا نعمل addition العادية يلي نحنا بنعرفها، يعني 2 1 5 بكل بساطة بعمل 2 plus 1 plus، اكيد لانه انا عم زيد 5 بدي الاقي الجواب. فيني استعمل النمبر لاين، الطريقة اللي تعلمناها، فيني استعمل ريجروبينج. وكمان هون بدي اقول لكم شيء، انه فيني اعمل ريجروبينج مثل ما عملنا هون، 2 بلس 1 يعطيني 3 بلس 5 بيطلع الجواب 8. او فيني اعمل ريجروبينج كمان اذا عملت ريجروبينج لتاني رقمين، يعني بصير عندي 2 بلس 1 بلس 5 6، بيطلع الجواب كمان 8. الريجروبينج بالاديشن، بالسبتراكشن لا، بس بالاديشن فيني اعمل الجروب اذا بالاول او بالاخر، ما كتير بيأثر علينا كجواب، بيطلع هو ذاته وبيطلع صحيح. بس ما فينا نطبق هيدا الشيء على السبتراكشن، بكره لما نتعلمها تذكروا هيدا الشيء. اوكي، هيدا بنسميها الاكروس اديشن، يعني عادي. اوكي، تاني واحدة هي 4 plus 7 plus 0. اوكي، اذا بعمل 4 plus 7 بيطلع لي 11 plus 0، يعني الجواب هو
11. خلينا اكتبهم هون. اول جواب كان عنا 8، ثاني جواب كان 11. عم نعمل across، adding across، يعني هيك عادة مثل ما هي مثل ما بنعرفها. اوكي، ثالث وحده هي 6 plus 3 plus 5. 6 plus 3 plus 5 رح اعمل 6 plus 3 plus 5 تطلع 8. الجواب بيكون 8 plus 6 او 6 plus 8 هي ذاتها، بيطلع الجواب عنا 14. واخر وحدة بال adding across 1 plus 2 plus 8. 1 plus 2 plus 8 فيني اعمل هيك 2 plus 8 هي 10، يعني 1 plus 10 بيعطيني 11، والجواب كمان بيطلع 11. اوكي، هيك بنكون حلينا اول جزء من هيدا التمرين. تاني جزء عم بيقولوا لنا فيه add down، مش add across، add down. كيف يعني؟ هلا رح اقول لكم كيف. يعني الارقام اللي نحن بدنا نجمعهم مع بعض بدنا نعملهم adding، بنحطهم تحت بعض. يعني ببدا 4 بحط بلس هون 4 تانية، كأنه عم حط بلس هون و5. هيدي الطريقة بهيدا الشكل لما نكتبهم بنسميها add down، adding down، يعني من فوق لتحت كأنه عم نعمل الادشن مش across. اوكي، هيدي الطريقة كمان هلا رح نعملها هون لحتى نلاقي الأجوبة لهيدول الأرقام بحسب هيدا الجدول. اوكي، هلا الطريقة فينا نعمل نفس الشيء. فيني أعمل 4 plus 4 بيطلع عندي 8، 8 plus 5 بيطلع 13. فيني أعمل هيك نفس الطريقة regrouping بهيدا الشكل. فيني استعمل النمبر لاين مثل ما تعلمنا كمان، بس مهم اقدر لاقي الجواب الصحيح. 7 plus 2 plus 7 بكتب 7 plus 2 plus 7. 7 plus 2 بعملهم regrouping بيعطيني 9. 9 plus 7 بيعطيني 16. الجواب هون بيطلع عندي 16. نحن عم نعمل adding across، adding down، عكس ال adding across. ال adding across منضل على نفس الخط، adding down هي منحطهم تحت بعضهم بهيدا الشكل. تالت مثال 5 plus 4 plus 3 كمان رح اكتبها 5 plus 4 plus 3. فيني اعمل grouping 5 plus 4 بيعطيني 9، 9 plus 3 9، 10 11 12 بيطلع عند الجواب 12. واخر مثال 5 plus 7 plus 5 adding down 5 plus 7 plus 5. 5 plus 7 بيعطيني 12 plus 5 12 11 13 14 15 16 17. اوكي، بحط 12 براسي و 5 on my fingers 12 13 14 15 16 17. بيطلع الجواب عندي هون 17. هون عملنا adding across، هون عملنا adding down. اكتبوا هالأمثلة عندكم وخليكم متابعين للمزيد من التمارين بالفقرة اللي جاية. رح ننتقل هلأ سوا لهونيك على هيدا اللوح لحتى نحل تمرين كتير حلو. هو مثل اللعبة، إذا بدكن صغيرة فيكن تلعبوها. رح نلون فيها، رح نستعمل الألوان، بس بذات الطريقة بذات الوقت رح نطبق الطرق تبع الـ addition of three numbers. أوكي، فطلعوا منيح. هون في عندي سمك fish، عم بيقولولي solve each problem، use the sums to figure out what to color the fish in the tank below. هون بهيدا الأكواريوم في سمك عليهم أرقام،
هدول الأرقام هن المجموع تبع كل وحدة من هولة. هون في سام، هون في سام، هون في سام، هون في سام، وهن حاطين لي اللون يلي لازم لونها فيه. بالآخر رح اطلع ولون هول السمك بحسب الألوان يلي هن قالوا لي إياها. رح استعمل أول شيء اللون الأسود لحتى لاقي سامز الإجابة على كل وحدة من هول الأديشنز. أوكي، أول وحدة عنا 3 plus 2 plus 5. شو بنعمل؟ بنعمل regrouping. 3 plus 2 تعطيني 5 plus 5 تعطيني 10. بيطلع الجواب هون 10. The sum، تذكروا the sum لما يكون عنا addition بنسميها، الجواب بنسميه sum. هني عم بيقولوا لنا السمكة اللي عليها number 10 بتكون تلونوها green. هلأ بعد شوي رح نلونها بالgreen. أوكي، اللي وراها اللي بعدها هي 4 plus 1 plus 3. فيني أعمل regrouping لل 1 و 3 مع بعضهم. 1 plus 3 تعطيني 4. 4 plus 4 تعطيني 8. مزبوط. تعرفوا الطرق اللي نحن بنعملهم بنعرفهم تنعمل addition. فيني حط 4 in my head, 4 on my fingers, 4, 5, 6, 7, 8. وفي المانتل addition كمان. في عدة طرق، انتو شوفوا الأهون لإلكن. اللي بعدها number 3 عندي 5 plus 5 plus 2. بعمل regrouping هون. 5 plus 5 تعطيني 10. 10 plus 2 10 11 12. بيطلع الجواب عندي 12. وعم بيقولوا لي انه السمكة اللي عليها number 12 لازم لونها بالرد. number 4 عندي 6 plus 1 plus 0. 6 plus 1 هي 7. 7 plus 0 بتضلها 7 لأنه 0 كأنه ما زدنا شيء أبدا، وبيطلع الجواب النهائي 7. وعم بيقولوا لنا إنه السمكة اللي رقمها 7 بدنا نلونها بالأورنج. number 5 عنا 3 plus 4 plus 4. إذا عملت 4 plus 4 بيعطيني 8. 3 plus 8 بيعطيني 11. 11 السمكة اللي عليها number 11 لازم لونها باليلو. number 6 5 plus 7 plus 1. رح أعمل regrouping. 7 plus 1 تعطيني 8. 5 plus 8 8 on my head, 5 on my fingers, 8, 9, 10, 11, 12, 13. بيطلع الجواب 13. والسمكة اللي عليها رقم 13 بدنا نلونها بالبيربل. number 7 4 plus 3 plus 2. إذا عملت regrouping 4 plus 3 بيعطيني 7 plus 2 بيعطيني 9. السمكة اللي عليها number 9 لازم لونها بالبينك. number 8 عندي 3 plus 2 plus 1. إذا عملت regrouping لتحت 2 plus 1 يعطيني 3. 3 plus 3 الجواب هو 6. السمكة اللي عليها number 6 لازم لونها بالبراون. وآخر وحدة number 9 6 plus 5 plus 3. إذا عملت 5 plus 3 regrouping يعطيني 8. 6 plus 8 8 in my head, 6 on my fingers, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. number 14 لازم لونها بالبلاك. هلا عرفنا الأجوبة، عرفنا السامز، بدنا نبلش نلون. عندي كل الألوان هون ورح شوف. أول سمكة مكتوب عليها 11، وهن قالوا لي انه لما لاقي السم 11 لازم لونها يلو. يعني هيدا السمكة اللي عليها 11 بدي لونها
باليلو يعني أصفر. تاني سمكة عليها نمبر 9، هيدي هي السم 9 وقالوا لي إنه لازم لونها بالبينك، وهيدا البينك يعني الزهري، رح لون هيدي السمكة بالبينك. هيدي السمكة مكتوب عليها 12، هيدا هو السم 12، قالوا لي للونها بالريد، وهيدا الريد يعني أحمر، رح لونها بالريد. هاي السمكة عليها نمبر 8، هيدي السم 8 قالوا لي للونها بالبلو الأزرق، هيدا البلو رح لونها بالبلو. هيدي السمكة عليها نمبر 7، قالوا لي انه نمبر 7 لازم لونها بالأورنج البرتقالي، هيك عم بيصيروا السمكات ملونين وحلوين. نمبر 10، نمبر 10 قالوا لي للونها بالجرين أخضر، بعدين 13 قالوا لي للونها بالبيربل بنفسجي، بعدين نمبر 6 قالوا لي تلونها بالبراون البني، واخر وحدة 14 قالوا لي حتى لونها بالبلاك الاسود. وهيك بكون حليت هيدا التمرين، لقيت السمز ولونت السمكات وصاروا كتير حلوين. خليكن متابعين معنا لانه هلا رح ننتقل سوا لاخر فقرة بحصتنا. Let's add a cross. 3 plus 6 plus 8 equals 17. 5 plus 9 plus 1 equals 5 plus 10 equals 15. 7 plus 2 plus 3 equals 12. 6 plus 9 plus 8 equals 23. 2 plus 5 plus 9 equals 16. Let's add down. 4 plus 9 plus 9 equals 22. 6 plus 7 plus 6 equals 19. 8 plus 7 plus 8 equals 23. 5 plus 7 plus 8 equals 20.
وهلا يا اصدقائي وصلنا لاخر فقره بحصتنا لليوم. رح نلعب انا وياكم كمان لعبه فيكم انتم تلعبوها مع اخواتكم ورفقاتكم. بكل بساطه انتم بحاجه تكتبوا ارقام على اوراق مثل هيدول، تحطوا عليهم ارقام وتحطوهم بمستوعب او وعاء مثل هيدا. انا هلا اللي رح اعمله انه رح اسحب هيك حي لوحده رح يطلع لي رقم، رح اكتبه نمبر 3 ورح اعمل adding down مش across. اوكي رح نقي رقم تاني طلع لي نمبر 2 كمان رح اكتب 2. بعد بدي رقم لانه نحن عم we are adding 3 numbers، طلع لي نمبر 6، طلع لي نمبر 6. اوكي فاذا هيدي الاديشن اوف 3 numbers عم نعمل adding down. 3 plus 2 plus 6 كيف بعمل؟ بعمل regrouping. 3 plus 2 5، 5 plus 6 بيطلع 11، بيطلع الجواب عندي 11. نجربها كمان مرة، رح اسحب رقم طلع لي 0، رح حط هون 0. طلع لي 2، كمان رقم طلع لي 6. كمان فيني اعمل regrouping. 0 plus 2 هي 2 لانه بتعرفوا 0 كانه ما زدت شيء، 2 plus 6 بيعطيني 8 وهيك بكون عملت adding down. اوكي هيدي هي كانت الفكره واللعبه اللي انتم فيكم تلعبوها مع بعضكم تطبقوا درسنا اللي تعلمناه لليوم. هلا اصدقائي صار الوقت حتى ودعكم، رح ارجع التقي فيكم بحصه جديده، بس قبل بدي اذكركم انه نحن ناطرينكم تتواصلوا معنا وترسلونا على صفحه الفيسبوك والعنوان اللي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه. بتفوتوا على www.facebook.com والصفحه اسمها مدرستي ساد 7 كيدز. نحن ناطرينكم، ما تنسوا تبعتوا لنا. وهلا بودعكم، انطروني بالحصه اللي جايه. باي. Alligator loves to eat the numbers, the number that is greater. Ali the alligator, 9 is greater than 2. Yummy! 5 is less than 8. Oh no! 20 is greater than 15. Yummy! 30 is less than 15. Oh no! No! Ali the alligator loves to eat the numbers, the number that is greater. Ali the alligator, I choose the greater number. Yummy! I leave the one less than. Of course! Give the greatest numbers and take the less for yourself. Ali the alligator loves to eat the numbers, the number that is greater. Ali the alligator.